بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نستضيف اليوم إن شاء الله تعالى إلى دراسة اتجاه تغير دول مختلفة. النموذج الأول نتطرق أولا إلى القواعد. قاعدة رقم واحد، الدالة F و F زائد K. ما الفرق بين اتجاه تغير الدالة F و الدالة F زائد K؟ F و F زائد K لهما نفس اتجاه التغير. هنا جماعة ديما تبتوا معلوماتكم بأمثلة، كما القاعدة هذه قال ما فهمناش، أعطينا مثال خير. مثال بسيط، مثلا F دو X ماذا تساوي؟ تساوي 3 X. ما هو اتجاه تغير الدالة F؟ F هنا F متزايدة تماما. لماذا؟ لأن الأطحة معامل التوجيه، لأن A يساوي 3، بمعنى الأطحة واش به موجب؟ A أكبر من الصفر. نهار الدليل دركا، ما الفرق بين اتجاه تغير الدالة F؟ ذات العبارة F x تساوي 3 x، والدالة مثلا G دو x ماذا تساوي 3 x، ونضيف لها رقم. الرقم هذا قد يكون موجب قد يكون سالب. مثلا 3 x زائد 5 زائد 5. ها واش رايك في اتجاه تغير الدالة G؟ الدالة G متزايدة لنفس السبب. G متزايدة تماما. علاه؟ لأن على مجموعة التعريفة، يعني على R. علاه؟ لنفس السبب، لأن A يساوي 3، بمعنى A تاعنا واش به موجب، بمعنى A موجب. بمعنى هذا الرقم يا جماعة، هذا هو الكا تاعنا. الكا هنا ما يأثرش في اتجاه التغير تاع الدالة، سواء كان موجب أو سالب، سواء كان موجب أو سالب. يعني تنضيف 5 ولا نقص 5، راه كيف يعني F و G لهما نفس اتجاه التغير. F و G لهما نفس اتجاه التغير، هذا الأمر راه سهل. القاعدة رقم 2، ركز وتجنب الحفظ. F و K ضرب F، هنا ضرب جمع وهنا أو جمع، معناتها الكا في الجمع ما يأثرش في اتجاه التغير، بصح الكا في الضرب في حالة الجداء يأثر. هنا واش نقول F و K ضرب F، K ضرب F لهما نفس اتجاه التغير. ها متى؟ إذا كان الكا تاعي موجب، إذا كان K أكبر من صفر. معناتها F و K في F، مثلا F و 3 F، F و 3 F لهما نفس اتجاه التغير، معناتها الكا كيعود موجب ما يأثرش. يعني F و K في F لهما نفس اتجاه التغير. في حين F و K ضرب F لهما عكس اتجاه التغير، هذا لهما عكس اتجاه التغير. متى؟ إذا كان K سالب. باش نشرح مليح قبل ما نفهمناش، عطينا أمثلة. أعطيني مثال خير. كنقول لك F دو X ماذا تساوي؟ تساوي 3 X، ما نصعبش 3 X. ما طبيعة الدالة هنا؟ F ما بها متزايدة، F متزايدة باختصار. وكون نقول لك G دو X ماذا تساوي؟ تساوي 5 مضروبة في 3 X، اللي هي تساوي ماذا؟ 15 X. ما دام الأصعب هنا موجب، ما طبيعة الدالة G متزايدة. واش رايك في الاف والجي؟ لهما نفس اتجاه التغير. علاه؟ من هنا هنايا جي دي اكس ضربناها ف في 5، الخمسة هنا راهي موجبة. سي بون، هكا فهمنا. زيدني مثال كيعد الكاس عندنا سالب، دير نفس المثال، بدل الإشارة برك. كنقولو اف دو اكس ماذا تساوي 3 اكس، هنا اف متزايدة، أو قلنا بلي الأصحى موجب السمة مزايدة في الدالة الخطية التألفية. يعني شوف الإشارة تاع الأ برك، كيعود أ موجبة مزايدة كيعود أ سالب متناقصة. انتهى. بالنسبة مثلا للأش دو إكس، أش دو إكس ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 5 مضروبة ف في 3 إكس.
إذن ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 510 إكس. مادام هذا سالب، مادام هذا سالب، واش نقول هنا؟ نقول باللي الدالة أش متناقصة، أش متناقصة، لأن الأص حوش به سالب، هذا ما كان. هذه مفهومة ثانية. هنا ركز معايا. هنا التلاميذ عندهم خلط ما بين اتجاه تناور دالة مجموع ودالة مركبة، ما يفرقوش ما بيناتهم، علاه؟ باسكو يحفظوا. أو العنوان الثالث هذا هام جدا، هذا تنخدموا عليه فرض. اتجاه تغير، اتجاه تغير، ها دالة، دالة مجموع، هاك دالة مجموع، معناتها اف زائد جي، اف زائد جي. هنا جمع حذاري، احذر الخلط. صح، ديما تبتو معلومة بأمثلة، مسحوظوناش القواعد. ها كي نقول اف متزايدة، هاي اف دالة متزايدة هاك، كون زيد لها دالة جي متزايدة أيضا، في رأيك النتيجة كيف راح تكون؟ راح تكون متزايدة، النتيجة راح تكون متزايدة. أعطيني مثال ما فهمتش، دي مثال بسيط. مثلا اف عبارتها من شكل 3 اكس، هاي 3 اكس، خي المعامل هنا خي موجب، مادام هذا موجب متزايدة، راه فهمنا. زيدني دالة جي مثلا 5 اكس، هنا مادام العامل موجب تسمى دالة متزايدة، النتيجة واش تساوي لي؟ تساوي 8 اكس، ها بلا حفاظة ما تحفظليش. هنا هنا 3 3 مادامها موجبة تسمى دالة متزايدة، 5 موجبة متزايدة، النتيجة كيفاه كانت؟ كي تجمع انت الزوج هادو راح تلقى 8 اكس، مادام 8 هنا موجبة تسمى دالة متزايدة، بلا حفاظة، ثبت معلوماتك بأمثلة أحسن. هاي زدنا القاعدة رقم 2، هذه القاعدة الأولى بمثالها، ها زدنا القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هنا الولاد عندهم خلط، كيتسألهم كاين اللي يقول لك 5 ناقصة، كاين اللي يقول لك متزايدة، وما على بالهمش. باسكو حافظين كيما قلت. هنا عندي دالة متناقصة زائد دالة متناقصة، دالة جي متناقصة، الناتجة ماذا تساوي؟ تساوي دالة متناقصة، تساوي دالة متناقصة. أعطيني الدليل، ها الدليل، أعطونا دالة متناقصة جامعة، هذي ضربها في الناقص برك، ها ناقص 3 إكس، نجمعوها مع ناقص 5 إكس. دالة متناقصة لأن الأص حاسب، هذه دالة متناقصة لأن الأص حاسب، الناتجة ماذا تساوي؟ ناقص 8 إكس، هاي دالة متناقصة، معناتها اللي قال متزايدة وقاعد يخلط مع الدالة المركبة، هذا المجموع، هذه مجموع دالتين، قلنا مش مركب دالتين، مجموع دالتين، مجموع حاجة وتركيب حاجة أخرى، تركيب حاجة أخرى، صح. هايا هنا حذاري، حذاري على جال هادي، ها، احذر الخلط وعلى جال هادي ثاني، ها. صح، في رايك مع الحساب الشرط تاعي كون درك نسقسيك نقول لك هنايا كي تعد دالة متزايدة كون نضيفو لها دالة متناقصة، في رايك النتيجة كيف راح تكون؟ اسكو متزايدة ولا متناقصة ولا ثابتة؟ هنا جماعة هذا هو الفخ، كاين بزاف الولاد يقول لك متزايدة زايد متناقصة، واش راح تبدلنا متناقصة؟ هذيك هي دالة مركبة ماشي دالة مجموع، هنا لا يمكن الحكم، ما تقدرش تعرف، لا يمكن الحكم. ونعطيك الدليل، نعطيك الدليل تقدرش تعرف. اعطيني مثال، هاي كون نقولك مثال الاول دالة ها عبارتها 3 اكس، هذه متزايدة، كون نزيدوها مع ناقص 5 اكس، دالة متناقصة، شوف النتيجة كيفاش جات، ها النتيجة راح تكون ناقص 2 اكس. في المثال هذا، في المثال هذا النتيجة واش خرجت؟ متناقصة، يعني المجموع خرج لنا متناقص. نروح زيد مثال اخر، مثلا كون نقولك 8 اكس كون نضيفو لها ناقص 5 اكس، ها هذه توجور واش هي؟ متزايدة، زدنا لها واش؟ متناقصة، هاكا جات النتيجة في الأولى، اشفا، عندي متزايدة زائدة متناقصة، هنا 8 اكس ناقص 5 اكس، بدا تساوي النتيجة 3 اكس، 3 اكس، 3 اكس زي ما جات النتيجة دركا متزايدة، مازال احتمال ثالث. كون يعودو قد بعضهم، مثلا 8 إكس، كون نضيفو لها ناقص 8 إكس، النتيجة ماذا تساوي؟ تساوي صفر، تسمى دالة متزايدة، كون نضيفو لها دالة متناقصة، النتيجة كيفاه خرجت؟ ثابتة، ثابتة، معناتها هنا توجد ست حالات وما تقدرش تعرف، هنا المخرج تاعنا جماعة، وكاين درس سميتو الإشتقاقية، باه نوليو نعرفو إتجاه تغير أي دالة مهما كانت، يعني بالدرس هذا ما تقدرش تعرف، لا يمكن الحكم. ختاما القاعدة الأخيرة، اتجاه تغير دالة مركبة،
هذا اتجاه صغير دالة مركبة. مركبة معناتها تكتب على الشكل ها اف واش يساوي لي U دائرة في U دائرة في. ما تخلطوش ما بين هذه مجموع مجموع وما بين تركيب صح. هنا جماعة باختصار شديد ها باختصار بلا ما تشوف التفاصيل باختصار شديد يمكنك تكفيز معلومات كما يلي. كنقولو دالة متزايدة مركبولها دالة متزايدة. انت هادي باه ما تخلطهاش مع هادي باه ما تخلطش برك. النتيجة ماذا تساوي؟ تساوي متزايدة. انت تقدر تكبس معلوماتك بالطريقة هادي. هادي متزايدة مثلا نمزولها بزايد هكا والدائرة نمزولها بضرب. هنا كي تقول زايد في زايد واش تساوي لي؟ تساوي لي زايد. هادي باه تثبت معلوماتك برك باه ما تخلطليش انا هادي مع هادي باه تولي انت تنظم صح. نكون نقولو القاعدة الثانية متناقصة دائرة متناقصة دوكا كم متغلطش ها متناقصة هنايا دائرة متناقصة معناتها هادي ناقص ضربة ناقص ها واش راح تساوي زايد بعد تسمى تولي متزايدة هادي ها متزايدة سي بون. في حين هنا شوف ها متناقصة زدنا لها متناقصة كانت متناقصة ها بالدليل ها بالتعليل ها كفاية فهمتك. انت هنا هاديك كفاية فهمتك هنا الناقص مضربة في النقص واش تساوي زايد هادي باه نثبت المعلومات باه متوليش تخلطي هادي مع هادي. الولاد كامل دو استثناء جميع الافواج عندهم خلط ما بين هادي وما بين هادي ما يفرقوش داكور. هيا وكون يعودو مختلفين كون تعود وحده متزايده ونركبولها وحده متناقصه يعني داله متناقصه النتيجه كفرحة تكون زائد مضروبه في الناقص النتيجه ماذا تساوي ناقص خلاص هكا باش عاد ما تخلطش في القوانين سي بون. هذه اللي تاخذ الفروض بزاف هنايا في الفرض ركز على اتجاه صغير دالة مركبة. هنا هاو دوك ندعم كم تمارين نعطيك مختلف النماذج اللي طاحو في مختلف الثانويات دكور جماعة. هيا ثبت معلوماتك ناخذ نموذج لفرض ركزوا ها فرض واحد للثلاثي الأول نموذج واحد تجدد التلاميذ. هاي النموذج الأول يا جماعة واش قالك؟ قالك معصبر دالتين اف و جي معرفتين على مجال اي كما يلي جي ها اف و جي معرفتين على مجال اي كما يلي. المجال هذا اي هو الاخيار هو اللي اختاروا فرضوا علينا يعني صفر زائد ما لا نهايه يعني مجموعه التعريف يا جماعه في الفروض قد تكون مفروضه. العباره اف دو اكس ها تساوي هنا اف دو اكس تساوي اكس مربع ناقص واحد قسمه 2 اكس و جي دو اكس تساوي اكس على 2 زائد واحد قسمة 2 إكس واحد قسمة 2 إكس صح أوكي. السؤال تولى فك إلى مجموع دالتين مش إلى تركيب. هاي يا جماعة أما هادو مزوج لي يخدمو بزاف تولى كيقولك فك إلى مجموع معناتها قصدو إف زي جي كيقولك فك إلى تركيب معناتها مقصود إي دايرة في. أتونسيون السؤال هنا قالك فك إف إلى مجموع دالتين إيوا بي إف إلى مجموع دالتين إيوا بي يطلب تعيينهما ركز ها يا جماعة عطينا العبارة إف ركز لي على الكلمة هادي مجموع معناتها المقصود هنا غنكتبها لك المقصود هنا لي مفهمش السؤال بعدها اكتب إف على الشكل واش من شكل اف يساوي اي ونزيدولها في ماشي نركبولها نزيدولها نضيفولها ها ما العمل هنا افصل الكسر هذا ما كان عطينا عبارة اف دو اكس ماذا تساوي
تساوي x مربع ناقص واحد قسمة تسميه x. f دو x شو يساوي؟ هذا على هذا x مربع قسمة تسميه x ناقص واحد على تسميه x، يعني كل واحد ده المقام ساعه. اختي زاد بسط ها واش تساوي لنا؟ تساوي لنا x قسمة تسميه ناقص واحد على تسميه x. هنا شوفوا يا جماعة بما ما تطيحوش في البياج، هذه x على 2 معناتها تكتب على الشكل 1 على 2 في x، 1 على 2 في x هي x على 2 باه ما تخلطش. هذه هنا ساعات الولاد يقولوا لنا دالة من عائلة الدالة مقلوبة، ماهيش دالة مقلوبة، الدالة مقلوبة هي عود x صحة في المقام مش في البسط، هذه دالة خطية، هذه دالة خطية. ها هذه نقولوا زائد ناقص 1 قسمها 2 x. ها ها نبداو ساعات، ها نبداو ساعات. هنا هذه f دو x. إذا هاو كتبنا f دو x على شكل دالتين، الأولى فيهم هي u دو x، هاي هذه هي u دو x، والثانية وش هي؟ هي v دو x، v دو x. إذا هنا u دو x تساوي ماذا؟ واحد على 2 ضرب x، و v دو x ماذا تساوي؟ ناقص واحد على 2 x، ناقص واحد قسمها 2 x، سي بون. صح؟ سي بون. كتبنا دالة F على شكل مجموع دالتين. السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه واش قال لنا؟ السؤال اللي وراه قال لك انطلاقا من اتجاه تغير دالتين اي و في، استنتج ما قالكش ادرس، ما قالكش ادرس، قالك استنتج لي. ها يا جماعة انطلاقا، السؤال الثاني انطلاقا من اتجاه تغير ها اي و في، استنتج اتجاه تغير الدالة اف. ركز معايا ها يا جماعة، شوف بالنسبة للدالة اي ها بالنسبة للدالة اي، ما قالكش يا جماعة، ما قالكش ادرس اتجاه تغير دالة اي و في، ادرس اتجاه تغير في واستنتج اتجاه تغير دالة اف، قالك انطلاقا من اتجاه تغير، خدمو بطرق تاع الدوزيام اني. واش ما هو اتجاه تغير في رايك؟ ما هو اتجاه تغير الدالة اي؟ اي هذه عبارة عن دالة خطية، خي الأصحى واش به؟ خي موجب، الأصحى موجب تسمى بطبيعتها متزايدة. هنا اي ها اي متزايدة على المجال اي، على المجال اي، على لان الاطحة لانها دالة خطية، لانها لحبيس دالة خطية، دالة عبارة عن دالة خطية، الاطحة قدا الا معامل توجيه صحة وش يساوي ا وش يساوي نا، واحد على اثنين اي الاطحة هنا ها وش بيه موجب، يعني هنا في الدالة الخطية التألفية شوف مع الابرك لعاد الا موجب وقول بلي متزايدة وان زرا، تسمى هنا خلاصة اي راهي متزايدة. شوف بالنسبة للدالة في، بالنسبة للدالة في ركز معايا مليح، الدالة في يا جماعة نبداوها من الصفر ونقولو الدالة 2x، 2x خي دالة خطية، 2x دالة خطية ها على معامل توجيهها خي 2، تسمى مادام موجب تسمى دالة متزايدة، 2x وحدها متزايدة. انت ها واش تقول لي؟ قول لي اكس هك سهم محدود بجهه، من جهه كي نفقولها 2 اكس هذه شنو نقولوا عليها؟ متزايده. اوكي دونك كون تقلبها انت الداله المتزايده تقلبها كفرها تولي تولي متناقصه، تصبح متناقصه، معناتها نقولوا اكس كون نفقولها سهم محدود من جهه واحد قسمها 2 اكس ها تصبح متناقصه. كون نضربها في ناقص واحد، الضرب في ناقص واحد وقع لها كبير، يعني هنا قلنا اف ولندا اف متعاكسين في الاتجاه كيبعد لندا تاعي سالب، هاهي راك احتجتها هنا. إذا هنا كي نقول اكس ونفقولو ها ناقص واحد على 2 اكس ها تصبح واش؟ متزايدة، تصبح متزايدة. شوف شوف هنا نختصر لك، 2 اكس وحدها 2 اكس متزايدة تقلبها واش تولي؟ متناقصة، تضربها في الناقص تصبح متزايدة. إذا نعطيني النتيجة ما لا ما طبيعة ما هو اتجاه تغير الدالة في، إذا في ها تدي الإجابة الأخرى هي هذه
في متزايدة على المجال اي المجال اي هاي الخصي الخلاصة مادام ام زايدة ام زايدة و في متزايدة ها واش راك في مجموعهم اذا اي شوف معايا اي متزايدة وعندي في متزايدة مال مجموعهم اللي هو اف اذا المجموع تاعهم اف اللي هو اي زائد في زي ما راح تكون الداله اف تاعنا متزايده هنا اي متزايده على المجال اي ها و في متزايده على المجال اي ما معناه معناتها مجموعهم متزايد على نفس المجال على المجال واش اي خلاص كتدي على نفس حاجه سهله ها صايب دونك تشوف كي نديرو ديال الاتجاه تاع ديال المرتبه تبدل الامور سيرتو في المجالات سيرتو في سورس المجال صح هذا السؤال الثاني بقى مركز ركز معايا مليح واش قالك قالك ادرس قالك دركا عفوا قالك نضع اس تساوي جي زائد اف سؤال رائع هذا قالك نضع اس تساوي جي زائد اف ها اس ثالثا نضع اس تساوي ماذا جي زائد اف ها واش ثاني عندنا دي تساوي جي ناقص اف صح السؤال واش قالك قالك عين اتجاه تغير دالتين اسودي تعيين اتجاه تغير الدالتين اس و دي كاينه مشكله هنا يا جماعه توجد مشكله هنا شوف لهنا تسكت تقول لي اس اس تساوي جي زائد اف اروح انا ونتكونترو هاي ديجا هنا كاينه مشكله في اتجاه تغير الداله جي شوف كون نهضر بنفس الطريقه واش رايك واش رايك نتا هنا باش ما هو اتجاه تغير الداله جي هادي واحد على اثنين اكس هادي خيم زايده وعندي زيد لها واحد على اثنين اكس واحد على اثنين اكس اثنين اكس متزايده كيتقلبها واش تولي متناقصه تسمى المشكله في اتجاه تغير الداله جي جي هنا عباره عن مجموع دالتين احداهما متزايده والاخرى متناقصه تسمى مشكله وكيفاه يطرح لنا في السؤال هذا على بالو بلي عندنا مشكله ها شكون يقدر يجاوبني غادي نكتبها لك المشكله هكا باش تفهم مليح واش قاعد تقرا المشكله هنا في اتجاه تغير الداله جي لماذا علام ها هو هنا نتا جي دو اكس اللي مدونا هما واش تساوي لي تساوي لي واحد على اثنين اكس اكس على اثنين يعود على اثنين اكس وزيد لها واحد قسمة الكل على اثنين اكس هذه يا جماعة دالة خطية هذه دالة خطية هذه من عائلة دالة القلوب دالة خطية الأصحاب موجب تسمى هذه ما طبيعتها متزايدة ها هو مشكلوين هذه متزايدة هذه قلنا اثنين اكس متزايدة تقلبها تولي متناقصة متزايدة جمعها مع متناقصة حنا على بالنا متزايدة زيد لها متناقصة واش تساوي علامة استفهام لا يمكن الحكم وكيف هو ما نسألنا سألنا على اتجاه تغير اس اتجاه تغير دي وعلى بالو بلي عندنا مشكل في الجي وعندنا مشكل في عندنا مشكل في الجي هنا عندنا مشكل في الجي هنا تسمى ما تقدرش تخرج من اتجاه تغير اس ودي شكون يحط لنا المخرج اعطينا المخرج اعطيني الحل المخرج وكان راح ندير هاي إليك الخط إليك الخط هذه مشكلة أنا بما نطولش عليكم هنا بسط هنا ما فين يجاوبوني الولادة بسط عبارة اس عبارة اس وبسط عبارة اس وزيد بسط عبارة دي ها نبداو نستعرف الاس هاي معناتها عبارة اس قابلة للتبسيط عبارة اس راهي قابلة للتبسيط شوف معايا اس ماذا تساوي تساوي جي زائد اف مادام هنا ما ذكرتش اكس هنا ثاني ما ذكرليش اكس دوكا كي تقول لي اس دو اكس راك تعوض لي اس دو اكس تساوي عطيني عبارة جي دو اكس عبارة جي دو اكس جي دو اكس تساوي ماذا اكس على 2 زائد 1 على 2 اكس الكل على 2 اكس هذه هي الجي تاعنا زيد لها العبارة اف مفصولة باش ما نعاودوش الخدمة دير هذه طولها هاي عبارة اف اكس ها دير العبارة هذه
ها زايد اكس على 2 ناقص 1 على 2 اكس. هاي اسكو هنا عندك اكس زائد؟ نعم كاين اختصار. هنا يمكنك اكس زائد 1 على 2 اكس مع ناقص 1 على 2 اكس. هيا اجمع لي اكس على 2 زائد اكس على 2. اذا عبارة اس دو اكس ماذا تساوي؟ اس دو اكس تساوي ماذا؟ اكس على 2 زائد اكس على 2. ها واش تساوي لنا؟ معليش نكمل هنا ثم نكتبوا المساواة تحسب بعضها. اكس زائد اكس معناتها 2 اكس قسمة 2، 2 تختصر مع 2، الناتجة ماذا تساوي؟ تساوي اكس. معناتها جمع بعد التبسيط وجدنا دالة بسيطة هي دالة خطية اس دو اكس تساوي اكس. ما هو اتجاه الدالة اس؟ اس هنا شبيهة متزايدة لأن الأصحى موجب، لأن الأصحى موجب. نكمل هنا. إذن النتيجة اس دو اكس تساوي لنا اكس. هنا اس متزايدة على المجال اي، على المجال اي علاه؟ لان الا، لان المعامل تاع اكس، ما هو معامل اكس هنا خي واحد ما يبانش برك، لان الاصحى مشبه مشبه لانها دالة خطية، خطية الاصحى موجب ا يساوي واحد، بمعنى الاصحى مشبه موجب. على هذا الاساس قلنا باللي الدالة اس مشبهة متزايدة. هو بطريقة ممتازة دوكا صايي فديت الفكرة. عندي نفس المشكلة في الدالة هادي، عندي نفس المشكلة. بسط برك، بسط وخلاص. هذه المعلومة دفع المعلومات وخدم بها اونكا. هاي بالنسبة لدي نفس الشيء، دي تساوي جي ناقص اف. هناك ما تقولتليش اكس، حذاري من ناقص هادي، ناقص ماذا يتحم كامل. دي دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي جي دو اكس ناقص اف دو اكس. هيا جي دو اكس دير عبارة مفصولة، عندي واش تساوي لي؟ قوس ناقص قوس. ها عندي اكس على 2 زائد 1 على 2 اكس ناقص. ها عبارة اف دو اكس واش اللي قلنا؟ قلنا اكس على 2 ها ناقص 1 على 2 اكس ناقص 1 على 2 اكس. هنا وزع لي 9 ما تختصر ليش، ناقص هذه تحم فيه زوج وزعها. ماذا تساوي؟ اكس على 2 زائد 1 على 2 اكس ناقص اكس على 2 ناقص ناقص ولي زائد، حذاري حذاري، 1 على 2 اكس. شوف هاك عندك اختصار، هذه تختصر مع هذه، ها هذه تختصر مع هذه. ها واش عندنا؟ عندنا النتيجة 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 اكس. عندي نفس المقام، اجمع المقام يعني مشترك، اجمع 1 زائد 1، 1 زائد 1 تساوي بالديتاي، 1 زائد 1 الكل على 2 اكس ماذا تساوي؟ 2 قسمة 2 اكس. 2 جامع على هنا، 2 مضروبة في الحقيقة في الواحد، ها يعني 2 تختصر مع 2، الناتجة واش تساوي لي؟ 1 على اكس. على حتى هضرت لك ساعات الولاد هنا كيف تصل لك 2 مع 2 يكتبها لك اكس، ما تكتبهاش اكس، اكس هي تحس عليها طلع صا. هنايا هنا وليت نقولها في مع 2 مع هذا الواحد ما يبانش، بعدو ما يغلطوش. اذا هنا دي دو اكس واش تساوي لي؟ ما هو اتجاه، ما هو اتجاه تغير الداله؟ دي الداله دي معروفه داله مرجعيه. اذا هنا واش نقول؟ جاوب مباشره قال دي متناقصة تماما على المجال، المجال اي علاه؟ لانها باختصار دالة مقلوب، لانها دالة مقلوب، والدالة مقلوب معروفة هنايا بالحفاظة، خي الاكس وحدها مزايدة ايكغيك يساوي اكس مزايدة تقلبها تولي متناقصة، هذا ما كان قال تالي انها دالة مقلوب والسلام. سي بون ثبتوا المعلومات، واللي عنده اي سؤال يقدر يتركه في التعليق. نتوقف هنا، نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.